الإيمان في الرسل. إن ربي تبارك وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هن الإيمان في الرسل إجا الركن قر من أركان الإيمان، إجا فرض على التوحيد لبنادم، إغريس كدي من التوحيد لا دائما هن ربي دائما إسدي زوج ربي تبارك وتعالى إسدي إذن ربي تبارك وتعالى الرسل إجا الخير من أعظم الواجبات. أشكر الرسول اثنين أدى يبلغن أي بلغن في ربي تبارك وتعالى الرسائل نس يويند الحجاج في الخلق ربي تبارك في الخلق يويند الحجاج هذا ربي تبارك وتعالى من ثنتي الخلائق نس هن لغدي زوج ربي تبارك لغدي السفد ربي تبارك وتعالى الرسولات يقال نعمت مقرن في العباد وخاصة لغدي زوج النبي لغدي السفد النبي الله سبحانه ربي تبارك وتعالى النبي محمد صلى الله عليه وسلم نتني قال خاتم الأنبياء يك أفضل المرسلين. الإيمان في الرسول إخساء أي أنسن يستيز زوج ربي تبارك وتعالى كي جاند الرسول كي جاند الأنبياء يستيز زوج ربي تبارك وتعالى كي جات الأمة يستيز فرس ربي يعني الرسول أنت تدعو التوحيد أنتني فتستع الشرك الكفر. أنا أعتقد أنتني يسكون له جان صادقين يستيزن له لك الكتب اللي تسنين ربي تبارك وتعالى كله بلغن الصدق حتى ينقسم وريكتم كان الحاجة اللي يدي زوج ربي تبارك وتعالى ولا يحدث ولا يبدل ولا يغير قسك الحاجة نامن داخل الدعوان كله تستفق في التوحيد كله تنأردتش كانت تدعون لقوام نسن التوحيد غينا عن ربي تبارك وتعالى وما أرسلنا قبلك من رسول إلا يوحى إليه إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. أما الشرائع تقول قسني جيليا ولا الأحكام الشرائع الأحكام اختلف من قسم الأنبياء غنى عن ربي تبارك وتعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. نعم دهنا أعتقد إذ من أدن ونيك فرنسيان الأنبياء أن يكفر جميع الأنبياء الرسل وأن يكفر نسيان الرسول أن يكفر جميع الأنبياء الرسل غنى أن ربي تبارك وتعالى كذبت قوم نوح المرسلين وكان شوف القوم نوح يسكدسنا ربي يسكدسنا في المرسلين صورة كودا لغلى القوم نوح ولا اتكى المرسل قبل نوح عليه السلام ولكن لغسى كدب انت يسكدسنا ربي يسكدسنا كدب في المرسلين نعم ندخ نسن بأن ربي تبارك وتعالى نحقيق إذا ربي تبارك وتعالى يساغ التعاون الأنبياء في المعجزات أرتني تنصرت المعجزات الآيات اللي بيني نامن داها نحقيق إذا كنت ما ديش كان الأخبار الأنبياء خصصت نامن نصدقت الأخبار صحانين ديش كان في الأنبياء نامن داها نحقيق إذا ولي كلي كان لفظة الأنبياء تيغان النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نتانو اللي كان نبي دي كان قدامنا غدرين ربي تبارك وتعالى ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. نمن داح الحقيق إذ الأنبياء المرسلين يسيف الضرب كيسن فكرة وكل جانية الدرجة على الفضل كراي فضل فكرة سبحانه وتعالى نعم داخل نسن بأن هن ربي تبارك وتعالى لغاح ديزن الأنبياء للرسول يسي التغفر الخيران كانت تمارات بطني كانت تمارات نس أنسن هن ربي تبارك وتعالى يسح يرحم لغاح ديزن أنبياء للمرسلين عاتي نعمت من كلهم قرنين باش تغهدون استرقي أسغارتي فركين حيدناخ الجهل سالعلم حيدناخ المعاصي استطاعت حيدناخ الشرك استوحيد وكان يخصنا نشكر ربي تبارك وتعالى في النعمات هذه القرن اللي داخل في الله نحب الأنبياء الرسل نقرن أعرف الله نديت نحقنا الشكر دتنا لفنا سنين أشكو ربي تبارك وتعالى يسكرتن كان الخيال اللي خلق لس
نعلم تاع نتحقق بان ربي تبارك وتعالى اسي اصطفى كرم بعض الانبياء الرسل كرا فكره اللي تحف له في جبن يخصك وما ديش كان في الانبياء المرسلين وخاصه النبي محمد صلى الله عليه وسلم يخصص سنسكار نام سقيس هان نتان راهياوي صغار سلجنت هاني غورنكي تيغور دين النبي صلى الله عليه وسلم هان الجنت ورسل سكشن